اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار الشرق الاوسطية. تحقيق صيني يؤكد تورط الولايات المتحدة الامريكية في دعم النيونازيين في فيلق ازوف منذ 2014 و2015. كانت هناك ما سمي بدعم عسكري وايضا تدريبات جرت في الولايات المتحدة الامريكية الى حدود 2021. هذا التحقيق الصيني يؤكد على امرين اثنين: أولا أن بحر أزوف يجب أن يكون روسيا، وهذا هو الخط الذي وضعه الصيني في المفاوضات. للدقة أكثر سنجد مثلا أن جلوبال تايمز وأن هنا أي اللسان الإنجليزي للقيادة الصينية وللحزب الشيوعي الصيني الموجه للبروباغندا بيكين في الخارج، أول ما قامت به هو هذا التحقيق الذي سمي تحقيقا ونشره بهذا الشكل الذي يربط ما بين أحداث أزوف وهذا الفيلق لأزوف التابع للحرس الوطني الأوكريني وما بين كونغ في هذه الأحداث التي وقعت في هونغ كونغ. إذن كونغ وهنا فيلق أزوف، هذا الربط هو ربط لجعل أمريكا وراء الأحداث في هونغ كونغ من جهة وأيضا في أزوف من جهة ثانية، خصوصا وأن هذا الفيلق كان لديه فيديوهان. الفيديو الأول المشبه لبوتين بالخنزير وأيضا بالنسبة لكاديروف، وهذا يفيد أمام هذا العنف الشديد أن هناك رد فعل نفسي غير مسموح به أن يكون، يعني أمام هذه الحملة الجهنمية لروسيا في أوكرانيا ليس من حق القوميين أن ينطقوا ولا أن ينبسوا بمنت شفة بل أن يموتوا فقط. هذا على حد ما يقوله القوميون، لكن في نفس الوقت فإن الصين أبعد من مثل هذه التحقيقات، إذ ترى أن انطلاقة مباشرة ستكون في بالمفاوضات والحياد الحقيقي للصين قد يمكنها من وساطة حقيقية. توماس فريدمان يدعو إلى موقف جدي بالنسبة للصين لحسم الوضع. يمكن للصين أن تعزل نهائيا روسيا بعد العقوبات الغربية، وهذا سيعطي ثقلا أكبر للمجتمع الدولي في حال الرغبة في الحفاظ على هذا النظام العالمي لما بعد 1945، ما بعد الكونية الثانية والحرب العالمية الثانية. إذن مهم جدا اليوم أن نعرف ما اللعبة الحالية للصين، خصوصا وأنها أعطت بحر أزوف بشكل كامل لروسيا. انظروا المستقبل ماذا سيقول. سنرى أن هذا التمهيد هو تمهيد بالأساس لجعل بحر أزوف كاملا لصالح روسيا، وهكذا يمكن الحسم في قضية الحدود البحرية ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، ومن هنا الانطلاقة. أهم شيء ألا يعود الأمريكي إلى بحر أزوف، وهذا يمثل الدعم الحقيقي الصيني لبوتين. إذن هذه نقطة محورية، ولذلك فكل التركيز اليوم هو تركيز على بحر أزوف. والصيني ينطلق ليس من الاعتراف بالقرم أو بغيره أو هذه الشروط التي رأى على الأقل الرئيس بوتين بأن تكون علنية وأمام شعبه وهي واضحة للغاية بالنسبة للقرم كجزء لا يتجزأ، التنازل عن القرم هو اعتباره جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية، يعني من الأراضي الخالصة لروسيا، ثم الاعتراف بالجمهوريتين الشعبيتين في دونباس وغير ذلك، يعني عدم وجود نووي ولا ما سمي بالمدفعية الثقيلة إلى حدود المدفعية الثقيلة، يعني ليس فقط
قضية النمو، وإنما أيضا أن تكون غير مسلحة، دولة غير مسلحة، بشرط ألا تكون لديها أيضا المدفعية الثقيلة. وهذا واضح بالنسبة لتدمير الصناعة الأوكرانية بشكل كامل، الصناعة التسليحية بشكل كامل، وغيرها من التفاصيل التي ستكون بمثابة نتائج مباشرة لمثل هذا الوضع. إذن المهم الآن والحسم الآن أن البروباغندا الصينية وكل وسائل الإعلام ترى أن هناك خطأ بالنسبة للسي اي، وأن السي اي تدخلت منذ 2015، وأن قضية فيلق أزوف هو السبب في كل هذا الإشكال، وأيضا بالنسبة لهذا البحر يجب أن يكون روسيا. كل هذا للقول أن السي اي هي التي ورطت الأوكرانيين، وهذا الفيلق الذي توجه بعض أعضائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن جميع تكتيكات القتال كلها أمريكية، وأن أيضا بالنسبة للمدربين أمريكيين، كل هذا يعني كثيرا من الشروط في هذا التحقيق يتأكد من خلالها حسب الصينيين أن المشكل كله في هذا الفيلق، فيلق نيونازي، وأن أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية رفضت إدانة النازية عموما والنيونازية على وجه الخصوص، وذلك في نهاية 2021، وهذا قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من التفاصيل الكثيرة في هذا التحقيق التي يتأكد من خلالها أن أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافا بهزيمتها قبل أن يصمد شعب أوكرانيا. على كل حال، فإن ما يجري الآن في أزوف على وجه التحديد، يرى على الأقل الصيني أنه يجب إبعاد الأمريكيين عن بحر أزوف. إذا إن كان مثل هذا الوضع دقيقا للغاية، وأن الصين تدعو إلى إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن أزوف وجعله بحرا خالصا روسيا، فهذا هو الهدف الذي يسلمه الصيني لروسيا من أجل أن يكون وسيطا. إذا البحث عن وساطة الصين هي التي دفعت بشكل مباشر إلى مثل هذه القناعة، خصوصا بالنسبة لبحر أزوف، البحر الروسي. وهذا يمثل الصفقة على الأقل في أكثر من جانب. المسألة الأخرى والأكثر أهمية، أن محاولة الربط ما بين فيلق أزوف وقوات أزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني، وما بين فيلق كونغ كما سمي في 2019 في هذه الأحداث في هونغ كونغ، فإن مجرد الربط بين الحدثين يتأكد من خلاله أن ما جرى لأزوف وكونغ في هونغ كونغ وفي أزوف كان في أجندة واحدة وبتنسيق واحد. لماذا هذا التنسيق؟ التنسيق هو تسليم، انظروا جيدا إلى هذا التكتيك الرهيب للصينيين، تسليم بحر أزوف لروسيا في مقابل تسليم الصين بحر الصين الجنوبي واعتباره بحرا صينيا، تماما كما أن أزوف بحر روسي. هذه الصفقة للبحور، تسليم بحر ببحر، هو الذي يجعل مما يسمى برعاية هذا مع النازية وهذا ضد النازية وكل هذه الاصطلاحات، كل هذا لا علاقة له، هذا جزء من الإخراج. لكن واقع الحال أن قوة وفائض قوة واقع بناه بوتين يريد أن يجسده على الأرض كمصالح جيوسياسية واضحة في البحر الأسود وبحر أزوف. انتهى الكلام. المسألة الأخرى بالنسبة للصين، لا تريد أن تسلم لروسيا بحر أزوف إلا أن يكون هناك مباشرة بحر الصين الجنوبي بأنه بحر صيني. هنا نطرح سؤال، لماذا تايوان أن تكون ضمن الكيانات والدول التي تعتبر غير صديقة لروسيا؟ فور ما أقر الروس بأن تايوان ضمن اللائحة، بأن تايوان ليست بأي حال صديقة بل في حالة عداء مع روسيا،
ما يسمى بهذه اللائحة السوداء التي كانت في البداية الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها مباشرة كندا غيرها. إذن هذه اللائحة السوداء للمناهضين لروسيا أصبحت اللائحة السوداء فيها تايوان، فرأينا التحقيق الصيني الذي تماما يجعل من أوكرانيا أنها أيضا دولة غير مرغوب فيها. إذن ودولة كانت لديها على الأقل عداوة مع الصينيين، ولماذا؟ لأن المهم بالنسبة إليهم على الأقل الوصول إلى هذا الربط، ربط فيلق أزوف بفيلق كونغ لعام 2019، وأن هذه الأحداث واحدة من CIA، وكل هذا من أجل محاولة تبرير ما لا يبرر على صعيد الجيوسياسية أو الإخراج الذي يجعل من هذه القوة قوة تريد السيطرة على بحر أزوف. الصينيون يريدون السيطرة على بحر الصين الجنوبي نتيجة استخدام فائض القوة الذي لدى البلدين، وهذا واقع الحال. إذن والبروباغندا تسير بهذا الاتجاه من أجل القول أن الولايات المتحدة وراء كل شيء، رغم أنها لو كانت فعلا وراء كل شيء لخططت لمثل هذا السيناريو. هذا السيناريو الذي هو موجود الآن وفيه تراجع أمريكي من أفغانستان، وكان إنذارا شديدا أولا لأزمة كازاخستان، ثم بعدها باقي الأزمات، ثم تطورت نحو الدخول في أوكرانيا. فهذا الانسحاب هو الذي سيجعل قوة أخرى تماما تحاول أن تكون هي في مكان الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المسألة تعويض، السياسة والطبيعة لا تقبلان الفراغ ببساطة. فمعامل القوة إن لم يكن أمريكيا سيكون قوة أخرى. إذن الصين تلعب هذه اللعبة وتسلم لروسيا أن يكون بحر أزوف بحرا روسيا، وهذا أكبر تفاهم استراتيجي أرسل عبر الصحافة بشكل واضح جدا لأن تكون المفاوضات منطلقة من تنازل أوكرانيا، ليس على القرم أو غيره، إنما لتحويل بحر أزوف كليا إلى روسيا. وهذه هي الصفقة التي يريد الانطلاق منها الصيني من أجل الوصول إلى الأهداف التي يراها الروس بأنها يجب أن تتحقق كاملة، شروط روسيا كاملة، إما بالحرب أو بالسلام، بمعنى الاستسلام. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.